السيسي يؤكد دعم مصر لمفهوم حقوق الإنسان الشامل مع عدم اختزال الأمر في الجوانب السياسية. السيسي يواجه بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. والخارجية المصرية تؤكد أن اجتماعات واشنطن حول سد النهضة أسفرت عن نتائج إيجابية. الثامنة صباحا مشاهدينا والسادسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل والمتضمن جميع الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية وعدم اختزال تلك الحقوق في الجوانب السياسية فقط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر 12 لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي شدد على حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح جميع المواطنين في القارة الإفريقية. وجه الرئيس السيسي ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا خلال الشهر الجاري لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة. وخلال اجتماعه مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجه الرئيس السيسي أيضا بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة. وأكد السيسي أهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل. أعلنت الخارجية المصرية أن الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة في واشنطن أسفر عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولا زمنيا واضحا ومحددا. وأوضحت في بيانها أنه تم الاتفاق على عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاثة على مستوى وزراء الري وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد خلال 2 شهر بحلول 15 من يناير القادم، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءين في واشنطن لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات. أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف صدور أوامر بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وطالب في مؤتمر صحفي المحتجين بتجنب قطع الجسور والطرق لتفادي إجراءات الاعتقال والحبس. اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة ومحتجين على الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها تشيلي، وتبادل المتظاهرون وأفراد الشرطة التراشق، حيث قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. هذا وتشهد تشيلي منذ أسابيع احتجاجات تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ورحيل السلطة الحالية أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا extranews.tv. شكرا لكم.